صافية لشركة بوان التي تعمل في مجال المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والمدرجة في السوق السعودي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بفترة نفسها من عام 2013 لتصل إلى ما يقارب 46 مليون و700 ألف ريال وتبلغ ربحية السهم 93 أهللة. على كل وللمزيد حول أداء اليوم الشركة والنتائج التي حققتها ينضم إلينا من الرياض وطبعا الرئيس التنفيذي لمجموعة بوان المهندس سليمان أبو لحية. سيد سليمان أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني دعنا نبدأ اليوم من النتائج الشركة وطبعا يعني بما أنكم أنتم ربما شركة جديدة مدرجة في السوق السعودي، كنا قد شهدنا توزيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن هل يعني في البدايات هل تنوون التوزيع الأرباح أن تستمروا في هذه السياسة، أم أنه قد نشهد اختلاف في استراتيجية الشركة وربما أن نشهد الاحتفاظ في هذه الأموال للتوسع أكثر؟ حياكم الله، شكرا على استضافتكم. في الحقيقة أود فقط أن أصحح ما ذكرته قبل قليل. قامت الشركة خلال عام 2013 بتوزيع نصف ريال عن النصف الأول من عام 2013. نعم. ولم تقم بالتوزيع عن النصف الثاني، بينما أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية والتي ستعقد بإذن الله هذا اليوم بأن يتم التوزيع عن النصف الثاني من عام 2013 ريال واحد لكل سهم، أي ما قيمته 10% من القيمة الإسمية للسهم. الشركة أعلنت عند الطرح ومن خلال المعلومات التي كانت متاحة للجميع بأنها انتهجت سياسة توزيع ربع سنوية، وليس هناك ما يدعو للشركة في الوقت الحالي لتغيير هذه السياسة. نعم سيد سليمان، يعني كانت أيضا الشركة أعلنت عن أرباح تقدر بحوالي 46 مليون 700 ألف ريال مرتفعة بنسبة 15.18%، أي ما يقارب حوالي 16% من نفس الفترة من العام الذي يسبقه. عموما الشركات في قطاع التشييد والبناء تأثرت بإصلاحات هيكلية قامت بها المملكة العربية السعودية، أيضا توقف بعض المشاريع طبعا البنائية، بينما الشركة يعني حققت أرباح، فكيف للشركة أن تحقق أرباح في ظل هذه الظروف؟ نعم، مجموعة شركات بوان هي مجموعة صناعية تعمل على إنتاج مواد تذهب بالدرجة الأولى إلى مشاريع التشييد والبناء، وهي تعمل في هذا القطاع منذ ما يزيد على 30 عاما من خلال أربع قطاعات رئيسية، هي قطاع الصناعات الكهربائية وقطاع الصناعات الخشبية والمعدنية والخرسانية. إن جزءا كبيرا من منتجات هذه الشركة الحقيقة يذهب إلى قطاع الكهرباء في المملكة، ويتم تصدير جزء مهم أيضا من هذه المنتجات إلى خارج المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك فإن لدينا قطاعا مهما وهو قطاع الصناعات الخشبية الذي يستحوذ على تقريبا 50% من منتجات التعبئة والتغليف عالية الجودة وذات المواصفات التي تستهلكها صناعات البتروكيماوية في المملكة ومنطقة الخليج العربي، بينما هناك أيضا جزء من منتجاتنا يذهب إلى التشييد والبناء مباشرة مثل حديد التسليح والخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانية مسبقة الصنع، وهي بحمد الله في مجملها لم تتأثر بأي عوامل قد تكون أثرت على قطاع التشييد والبناء. لذلك ترين أننا حققنا وبحمد الله في الربع الأول تقريبا 16% زيادة في صافي الأرباح و 35% في المبيعات. طيب سيد سليمان، أخيرا بالنسبة لي، هل هنالك أي نية للشركة لرفع رأس المال خلال الفترة القادمة؟ لم يتم بحث هذا الموضوع وليس هناك ما يدعو لبحثه، إذ أن التسهيلات المتاحة للشركة الائتمانية ونتائج الأعمال كافية لتمويل أعمال الشركة القائمة والمنظورة في المستقبل القريب. هل من مشاريع مستقبلية أو نية يعني توسيع مشاريع الشركة أو زيادة أفرعها؟
طبعا بلا شك نحن نعمل بالدرجة الأولى على توسيع نشاطاتنا القائمة من خلال زيادة طاقاتنا الإنتاجية وافتتاح فروع جديدة. إضافة إلى ذلك نعمل على الاستحواذ على بعض الفرص المتاحة لنا في السوق السعودي، وقد أعلننا قبل فترة وجيزة عن توقيعنا مذكرة تفاهم مع مجموعة إنما للمنصات الخشبية للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في تلك الشركة. ويجري الآن عمل الفحوصات النافية للجهالة القانونية والمالية لنتمكن بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية وإتمام عملية الشراء. بما أن شركة سيد سليمان يعني تقوم بتصدير منتجاتها لخارج المملكة العربية السعودية، هل هناك فروع في خارج المملكة أم الشركة مثلا تنوي افتتاح فروع من خطط الشركة المستقبلية؟ الشركة تقوم بتسويق منتجاتها بالدرجة الأولى من الصناعات الكهربائية خارج المملكة، تصدر تقريبا 40 إلى 50% من منتجاتها من المحولات الكهربائية والمحطات ولوحات التوزيع الكهربائية، ويتم ذلك من خلال موزعين معتمدين في تلك الدول، وليس لدينا أي نية لفتح فروع في الوقت الحالي، إذ أن عملية البيع تتم بكفاءة عالية. نعم. المهندس سليمان أبو لحية الرئيس التنفيذي لمجموعة بوان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.